في هذا المجال الوعي واستكمالا لوجه الحماية الاجتماعية. طبيعة الحال انه احساس بالفخر انه بعد عدة سنوات من العمل في مجال التعليم وفي وزارة التربية الوطنية، العمل الجد والدؤوب، يتوج بواحد الوسام، خصوصا انه جاء من عند سيدنا هذا الوسام الملكي اللي كيتوج واحد المسيرة تربوية حافلة بمجموعة من الانجازات حاولنا فيها نصنطوا الروح الضمير المهني. وبهذه المناسبة بالخصوص يطلج الصدر انه بهذه المناسبة ديال عيد العرش المجيد، وشكرا لصاحب الجلالة نصره الله. انا جيت سعيدة فعلا بطبيعة الحال اني خدينا هذا الوسام لانه كان تشريف لنا وتكريم لنا والحمد لله، وهذا حسسنا بان عندنا يعني ان حاولنا باش نأدي الخدمة ديالنا زعما بجدية وبهذا، والحمد لله على الساعه وحنا فرحانين بزاف بزاف. شكرا على سيدنا الله يعطيه صحته ويخليه لنا والله يبارك في عمر سيدنا. هذه كانت التفاته بادره طيبه من جلاله الملك نصر الله، شكر وتقدير وامتنان. كنحس بشويه الفرحه والفخر بالنسبه لسنوات العمل والكفاح، كانت مسيره مهنيه طويله شان ما، وتوجت بهذا الوسام اللي كنشكروا عليه جلاله الملك ونشكروا عليه الناس كاملين اللي كانوا قايمين على هذا الحفل. مسار مهني طويل اكتسبنا فيه خبره في من ناحيه كثيره، من ناحيه التعليم، من ناحيه يعني كنا كنعطيو التلاميذ وكنا كنستافدوا منهم، يعني ماشي كنا ملقنين بالعكس. تعني ايضا الفاعلين الاقتصاديين وقطاع الاستثمار والانتاج والعمل.